هي وقفة احتجاجية مش مظاهرة بمعنى الكلمة، يعني ان احنا نوصل صوتنا ان في معترضين على حاجات كتير قوي في النص الدستوري الجديد بالنسبة للقوانين الخاصة بالمرأة. شيء سيء جدا ان المرأة والبنت ما تقدرش تلاقي الامان في الشارع. اسباب المشاركة النهاردة ان انا بمثل مجلس قومي للمرأة. المجلس بيؤيد كل الحركات اللي بتقف صف المرأة وتؤكد على ان حقوق المرأة اللي اكتسبتها ما عندناش استعداد ان احنا نتنازل عنها. كل شيء ورا منطق، خلاص مش كل حاجتك بتقوله معناه ان هو كان صحيح او ان السيادات حتى بتقوله. احنا هنا عشان ده لازم نبقى واقفين في المكان. حضرتك وصلت بالكاميرات بكل حاجه بالصوت كمان وانت بتكلمي دلوقتي صوت وصل. انا مشاركه زميلاتي البنات والنساء والسيدات اللي خرجوا النهارده في الوقفه الرمزيه دي لاكثر من سبب. يمكن السبب المباشر هو المادة 36 من الدستور، لكن في أسباب تانية كتير جدا ليها علاقة بالعنف ضد النساء والتحرش وإلى آخره. في مادة جائرة، مادة 36، هم جماعة عايزين رؤيتهم للدين إيه وليس الدين، هم بيشايفين الدين إيه، هم يفرضوا علينا رؤيتهم الشخصية، وأنا أرفض تماما أن يحكمني أحد باسم رؤيته الشخصية حتى لو تحت اسم الدين. يا أبو دقن وجلابية، يا أبو دقن وجلابية، يا اللي خطفت التأسيسية، يا اللي خطفت التأسيسية. دستور مصر، الدستور بيقعد من 50 سنة ل 100 سنة ما بيتغيرش، لكن الرئيس ممكن يمشي، رئيس الوزراء ممكن يمشي، الوزير ممكن يستقيل او يقال، لكن ده دستور ملوش علاقه خالص بان كان حزب اغلبيه او غيره. نحن ضد الغرياني، ضد هذه الجمعيه التاسيسيه، نرفضها كامله لان القليله الذي ظهر منها عوار يشي بقى ويشير الى الكثير من ما قليله عوار كثيره دمار. حقوق النساء في مصر مهدده، هيرجعونا 200 سنه لورا، عايزين يكتبوا لنا دستور بن لادن وطالبان لكن على جثتنا. انت